خميس؟ مستحيل. مساء الفل على ياسمين. قلقت منامك؟ بالعكس، انا لسه نايمه ولا ايه؟ مالك يا فاطمه، بتلخبطي ليه؟ هتصدقني لو قلت لك انك كنت معايا دلوقت. كنت معاكي فين؟ في الحل. حل؟ وكنت عامل ازاي؟ كنت بتضحك، وشك زي البدر المنور وعينك ما فيهاش اللون الاحمر ده. وانتي؟ كنت حاسه اني طايره في سبع سما. والله العظيم انت زي العسل. والله العظيم انت زي العسل. انا كبرتي بسرعه قوي يا فضه. العمر مش بالايام اللي بتعدي علينا ولا بالسنين اللي بنعدها. العمر بالحاجات اللي بتعلم فينا والناس اللي بنحسها. عالم حلو برضه. حلو. يخلي الواحد يقول ولا موزونة كده، مش زي لما نقعد نطجن ونجيب كلمة قليلة. عشان كده أنا عايزك تكملي إعلام. كملي إعلام وتبقي الأولانية. طمنيني. عاملة إيه دلوقتي؟ طمني أنت عليك وقولي إيه اللي جابك في ساعة زي دي. لقيت نفسي مخنوق. برضه قلت اجي اطمن عليكي. انت كويس؟ انا تمام تمام. ورا انا عايزك. خير يا معلم. اقعد، عايزك في حوار كده. حوار؟ اقعد يا ابني. ادينا قعدنا يا حاج. قول. المصيبة ان انا بقول كتير بس انت ما بتسمعش. وعارف انت ناوي توصلني لحد فين؟ لا مؤاخذة حاج، يعني كلامك مش واضح. ما تفهمني تقصد ايه من ورا الكلام ده؟ انت تعرف عيلين من الأبجية، واحد اسمه فتحي فلكان والتاني اسمه صلاح كفريه. فتحي وصلاح. يا حاج، ساعات بيقعدوا معانا يعني لما بنبقى سهرانين، بس مش دايما، زمايل قاعدة يعني. طب ليه؟ الله، ليه؟ من امتى يا ابني بتقعد مع عيال بالصنف ده؟ ما انت هايص، مقضيها كباريهات ونسوان وانا معديها. يبقى لازمته ايه الكيف الرخيص ده؟ وطبعا انت بقى في القعدة بترش بضاعة عشان تسمع ده يقول لك يا معلم، وده يعظم لك، مش كده صح؟ مش على حاجة يعني يا حاج، بس الحكاية وما فيها ان ما تفسر كلامك يا حاج. انت عايز تقول ايه؟ العيال دول بيشتغلوك يا برا، بيقلبوا عيشهم من وراك، بيضربونا في السوق. اديني فسرت يا معلم برا. رد عليا انت بقى وفسر. ما تعاندش معايا وحاول تاخده على قد عقل. عقل مين؟ هو انا بقى فيا عقل؟ انا مش قادر افهم ايه المشكله يعني لما باصي مصلحه لواحد صاحبي. ها، ايه المشكله يعني؟ مصلحه مش هتاثر معانا. ايه الدنيا خربت؟ ابوك اليومين دول مش في وعي، في اللي واكل نفوخه ومخليه مش دريان بالدنيا. قصدك مين؟ قصدي اللي بتطلع اوضته كل ليله عشان تعمل له مساج. و وايه؟ اوعى يا بنت مطره تكوني عارفه حاجه انا ما اعرفهاش. ما اعرفش بقى يا اخويا، ابوك عندك، روح اساله. تكون قصدك البنت سوريا؟
هو في حد غيرها في البيت هنا؟ لا 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 لا، انت كده مخك راح لبعيد. مخي ايه اللي راح لبعيد؟ بقولك البيت واكله نفوخه. يا بنت لا، انا ابويا اخره يتسلى يعني، اكنه بيأزق شويه لب وخلاص، لكن يدي سره ويسلم نفسه كده لوحده لا صعب. انت ما تعرفوش ابويا. انا عارفه البت دي كويس قوي وفاهمه حركاتها. البت دي مش سهل.